At least 78 people are dead in Yemen after being trampled at an event to distribute financial aid. Sorry, right. dozens of people were also injured in the Wednesday evening tragedy in the capital of Sana'a. Witnesses say Houthi rebel officials fired gunshots in an attempt at crowd control, apparently striking an electrical wire and causing an explosion. They say a panic ensued. People began stampeding. And victims were subsequently crushed. Officials say two event organizers have been detained. كل فنا بالنزول وتفقد أحوال أولا المصابين والجرحى وأيضا من توفىهم الله باشر الجميع كل في مسؤوليته وزير الداخلية وزير الصحة وكل الأطراف والنواب العامة. وايضا كان موجود وعلى يساري رئيس مجلس القضاء الاعلى كل المسؤولين باشروا بمهامهم القانونيه لدراسه هذه الحدث الماساوي وايضا البحث عن معالجه جديه لكي لا تكرر لا تتكرر الماساه نحن نعيش ماساه كبيره جزء كبير من مواطنينا استشهدوا في مساء هذه الليلة نتيجة لهذا التدافع ما حصل شيء مؤسف و قيادة الدولة قائد الثورة والقيادة السياسية مهتمين مهتمين بالموضوع ونحن الجهات القضائية قد أنزلنا عدد كبير من الأعضاء النيابة ومن ومن الجهات الأمنية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يستلزم الوصول إليه، إن شاء الله تعالى.